فيها طرينا على موضوع الكرم والبخل والعادات اللي انت وصيت وقلت انه لازم نزرعها في الابناء. صحيح. فيه الكرم والعطاء وتقديم المعونه للناس، هذه كلها فعاله محموده، لكن عكسها البخل. والبخل هو مذموم. البخل ما هو بمعناه بالمال، احيانا يكون البخل في الابتسامه، احيانا يكون البخل في العطاء، عطاء بيدك بمعاونه الناس. فهذه ابيات لحناها للشاعر مناحي بشارتين، يقول ونعم ودي اكسر عظم ساقي ولا اطلب لي بخيل، اتحمل كسر ساقي ولا منات عطا، كل شيء يفنى يكود الردى ولا الجميل، هذه الثنتين تبقى على طول الحياة، ودي أكسر عظم ساقي ولا أطلب لي بخيل، أتحمل كسر ساقي ولا منات عطا، كل شيء يفنى يكود الردى ولا الجميل، هذه الثنتين تبقى على طول الحياة، الخطأ والصح ما هو بحبر الله مزيل، ينطبع بالقلب ويل ينطبع ما شمحا، والتماني ما هي بتشفي القلب العليل، والسراب نظامي القيض ما يروي ظما، والنصايح ما هي بتنفع القلب الهبيل، الهبيل اللي يواصل مواصب الوصى، من ترجى فزعة الضيق من راس الذليل، مثل من يبغي المغارير من صم الحصى، مثل من يبغي المغارير من صم الحصى. سلامتكم.